من القائل؟ لا تشكل الناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. الجواب ما معروف، بس بيننا وبينكم عوفوا اللي قاله وانتبهوا للي ينطبق عليه. اللي ينطبق عليه الأيام هم الساسة والمدونين الشيعة اللي هاجموا السنة والكرد بسبب مقاطعتهم جلسة البرلمان البارحة، والمخصصة لمناقشة الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على البلد وتواجد قوات العمسان بالعراق. الجماعة قلبوا الدنيا على شركائهم بالعملية السياسية وهددوا بمعاقبتهم. قالوا للسيادة وعزم وتقدم، ما طولكم هالشكل فانسوا انتخاب بديل للحلبوسي، وراح نكسر ظهر أي نصاب الطالبون به. اللي يكسر نصاب المقاومة نكسر نصاب استحقاقه. نفس التهديد وجهه للكرد أو شركاء الموازنة اللي يتأملون تعديل حصتهم بموازنة 24. انتم ايضا انسوا هالشي، طالما ضربتوا ارادتنا عرض الحائط راح نضرب ارادتكم بعرض الجبل. واللي يلزمنا من ايدينا توجعنا نلزمه من جرح المالي. بس مع هذا فيا اطاري مصر على اخراج الامريكان، لا تشكل الناس جرحا انت صاحبه، لانه اللي حضروا الجلسه ما يزيدون عن 77 نائب، بينما نوابكم الشيعة نواب الإطار يطخون بالمئة وتسعين. زين وين اتبخرتوا وليش؟ اش بيكم انتو؟ عاوزكم لصاب؟ خوب انتو كملوا الجلسة وفرضوا إرادتكم طالما الدستور يمنحكم هذا الحق. نا نرجع ونتذكر مرادفات بيت الشعر السابق، وأبرزها إنه الحمى تجي من الرجلين، وألطفها أغنية عزيز علي اللي يقول بيها منا منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا. اي نعم هاي مشكلتنا وهذا سبب علتنا، والمعنى إنه عدم حضور أكثر من 100 نائب شيعي معناه إنه مو بس السنة والكرد ضد إخراج الأمريكان، بل حتى بعض القوى الشيعية وحكومة الإطار ما تريدهم يودعون بهالطريقة، بل ربما بعض من إحبال المضيف يراويك حنطة ويبايعك شعير، يريدون خوالهم باقين ويتمددون. فرجاء أيها الشيعي المغدور، خير الكلام ما قل ودل، دور على الحي ببيتك ولا تشكل الناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم.